جولة تلو الأخرى أنظار الجزائريين توجه صوب لاعبي الخضر الذين باتوا يختفون الأنظار في ملاعب القارة الأوروبية مع أنديتهم المحلية من خلال دك شباك الخصوم. فإلى الدوري الكرواتي الذي كان فيه هلال العربي السوداني نجم الجولة التاسعة من الدوري بلا منازع. مهاجم المنتخب الوطني أبدع وأمتع فأقنع بتسجيله لثنائية في الدقيقتين 33 والتاسعة 69 لناديه دينامو زغرب في شباك مضيفه رييكا وعلى ملعب هذا الأخير كاندريدا مقابل هدف واحد. ثنائية حملته إلى المركز الثالث على لائحة الهدافين. فوز وضع ناديه على قمة الترتيب العام برصيد 25 نقطة من 8 انتصارات مقابل تعادل وبسجل خال من الانهزامات. سوداني الذي وجد فيه دينامو زغرب النجاعة الهجومية عندما أمضى له 5 أهداف في أقل من 72 ساعة، منها ثلاثية كاملة في شباك ضيفه أسرى الروماني برسم جولة افتتاحية من منافسة الأوروبا ليغا. أما في جنوب القارة العجوز وتحديدا إلى الدوري البرتغالي الممتاز فلم يكن مصير سليماني سوى مصير سوداني، وهو معانقة شباك خصمه ومضيفه جيل فيسنتي في افتتاح مباريات الجولة الخامسة بتوقيعه للهدف الثالث لفريقه سبورتينغ لشبونة، وهو الثاني له منذ انطلاقة الموسم الكروي بألوان ناديه، عكس عريس الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا إبراهيمي الذي فرض عليه الضيف بوافيشتا التعادل السلبي في معقله دراغاو.